السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد العزيز. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نشرح الطائرة اللي هي بوينغ 747 إن شاء الله، وبيكون طبعا حصري حق منتديات خط الطيران. قبل لا أبتدي الشرح إن شاء الله حبيت أشكر شخص عزيز علي بيكون اسمه عبد الله من مكة. صراحة حبيت أشكره لأنه علمني أشياء كثير، منها الطائرة البروفيشنال البوينغ 747، وعلمني الطائرة الستاندر وعلمني الطيران الأونلاين، فحبيت أشكره كثير كثير. هو يقول لا ما له داعي تمدحني، يعني دائما إذا أقول له فأقول له هذا يعني أنت إنسان عزيز علي يعني، وأي شيء قلته شوي في حقك يعني. فاليوم إن شاء الله راح نشرح اللي هو الطيران بوينغ 747، بيكون من مطار البحرين إلى مطار دبي، مسافة قريبة جدا إن شاء الله. نحاول الكل يستفيد من هذا الشرح إن شاء الله، وأعتذر إذا كان في أخطاء أو في الطيران إن شاء الله. أول شيء راح نبتدي من البداية، راح ندخل على المحاكي ونختار الطائرة بعدين نختار اللي هو البوينغ، راح نختار بوينغ 747، اضغط اوكي. الحين ندخل على اللي هو نختار مطار الاقلاع، مطار الهبوط ان شاء الله من البحرين الى دبي. اول خان راح نحط اول شيء مطار البحرين، نحط المكان السيرش، راح نكتب البحرين. هذا هو مطار البحرين، نختار البوابة، بنطير ان شاء الله من بوابة عشان الكل يستفيد، نختار اوكي. بعدين نختار لهم نسامحها. النقطة الثانية بتكون اللي هي مطار دبي، وندخل على مطار دبي ونكتب هني دبي. هذا هو مطار دبي، ونختار نضغط عليه ونضغط اوكي. احنا اخترنا مطار الاقلاع، مطار الهبوط. بنطير طبعا على طيران اللي هو IFR، نختار ثالث خيار، بعد نختار فين، بعدين هذا مسارنا بيكون الروت من دبي، من البحرين عفوا الى دبي. نضغط اوكي، بعدين نسوي سيف، بعدين اوكي. بعد ما اخترنا اللي هو مطار الهبوط، مطار الاقلاع ومطار الهبوط، الحين راح نختار اللي هو الوقت اللي يبي يطير، مثلا النهار واللي يبي يطير والليل واللي انا طبعا راح اختار النهار، ان احنا نطير النهار. بعد ما خلصنا الاعدادات نطق النيوله. الحين هذا الطيارة ان شاء الله البوينغ 747، هذا مطار البحرين، هاي بيكون مطار البحرين. الحين اول شيء راح نسويه راح نتصل في المراقب، راح يعطينا المعلومات ونحطها في الكمبيوتر يعني في الطائرة في الاعدادات. نطق على هذه السماعة، بعدين نطق على أول خيار، بعدين نطق على ثاني خيار. الحين نتصل في المراقب عشان يعطينا المعلومات. كما تلاحظون الحين المراقب يقولنا نطير على 5000 قدم، راح نحط هنا 5000 قدم، 5000 قدم.
اهم شيء احنا اعطانا اللي هو الارتفاع 5000 قدم، الباقي بنحط العدد الثاني راح نحطه من عندنا. انا راح احط السرعه، هاي السرعه راح احطها على، راح احط السرعه على 220 او 200، راح احط على 220 لاني اخترت وزن الطائرة خفيف، ف راح نفعل هاي الخيارين اول واحد وثاني واحد، زر نخليهم، وراح نسوي اكتف حق الارتفاع واكتف حق الهيدنج. طبعا الطائرة ما راح يعني اذا اقلعنا فيها ما راح تمشي على اللي هو الهيدنج والارتفاع الا لان نفعل الاوتو بايلوت اللي هو الطيار الالي، اذا فعلنا راح تفعل السرعه وال قصدي الهيدنج والارتفاع. هاي زر موجود على في ناف، احنا راح نخلطي بنمشي على جي بي ار اس، بنحط على جي بي ار اس الحين. خلاص الحين خلصنا من الاعدادات، احنا راح نطلب التاكسي من المراقب، نقول له الحين احنا نبغي تاكسي الحين. كما تلاحظون الحين قلنا بنكون على رن واي اللي هو 30 ال، راح نقلع من رن واي 30 ال اللي هو المدرج 30 لفت يمين يسار فان. راح نختار ثالث خيار اللي هو التاكسي، راح يظهر لنا خطوط اللي هو التاكسي، راح اظهر لكم الحين اياه. كما تلاحظ الحين هاي الخطوط بتكون اللي هو الأسهم، هذا هو التاكسي. راح نمشي على الخطوط للرنوي اللي هو 30 أرض نفس ما طلب مننا المراقب. راح نسوي بوش باك إن شاء الله، رجعوا للخلف، نضغط كنترول في اللي هو عفوا شيفت شيفت او بي. طبعا اللي مثلا اذا بنمشي مثلا اذا نبي اتجاه الطياره او ناف الطياره مقدمتها تمشي تلف لليسار، نضغط اللي هو شيفت او بي و2 و2، واذا نريد ان الطياره تمشي وهي راجعة بشباك اللي هو للخلف وتروح مقدمة الطيارة لليمين، نضغط اللي هو شيفت بي 1 شيفت بي 2، راح مؤخر الطيارة تمشي لليمين ومقدمتها لليسار. اما شيفت بي 1 راح تمشي مؤخر الطيارة لليسار ومقدمة الطيارة لليمين راح تتجه. فالحين تشوف العملية شلون بتصير. كما تلاحظون الحين، الحين راح اضغط على شيفت وبي وتو، راح مقدم الطيارة يمشي في اتجاه اليسار ومؤخر الطيارة راح يمشي من جهة اليمين. لاحظوا معايا الحين الطائرة قاعد تمشي، قاعد تلف مؤخرتها لجهة اليمين، لكن لو ضغطنا شيفت بي 1 مؤخرة الطيارة راح تمشي لليسار.
خلاص نقول له أن يكفي، راح نتحرك إن شاء الله على هالخطوط للمدرج اللي هو طلب منا 30,000 إن شاء الله. راح نمشي الحين على الخطوط، على خطوط التاكسي للمدرج اللي هو 30,000. أنا أتوقع المسافة بعيدة للمدرج بتكون، ف بضطرني أقطع الحين اللي هو اللي هو الفيديو لين أوصل المدرج إن شاء الله، وراح نطلب الكلير تيك أوف من المراقب اللي هو السماح لنا بالطيران إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله على المدرج. مرحبا إخواني الكباتن، الحين إحنا في المدرج اللي هو 30L نفس ما طلب من المراقب. لف الحين بالفلابس بخليه على 5، طبعا ما راح أزود على 5، يكفي 5. راح اطلب الحين المراقب اللي هو يعطيني الكلير تيك اوف، راح اختار اول خيار، وبعدين راح اختار اللي هو ثالث خيار، حتلاحظون اعطاني الكلير تيك اوف. الحين بقول له اوكي استلمت، الحين راح اسوي كلير تيك اوف. ملاحظة بس يعني بخصوص مقدمة الطيارة اللي هو انف الطيارة، لازم نحافظ على ما بين 10 و15، ما نزيد اكثر من كذا علشان ما تطيح علينا الطيارة او يصير اسوء او شيء. فنحاول نحافظ على بين 10 و15. طبعا ما راح نشغل الاوتو بايلوت الا لين وصلنا ارتفاع 1000 قدم او 1500 او 2000 قدم، يكون افضل يعني. فالحين راح ازود المحركات، الحين راح افك البريك. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله ان شاء الله. لين توصل السرعة 130 او 140 نحاول نرفع الطيارة شوي شوي. نرفع البريك، الفلابس نخلي على 1، السرعة الحين وصلت ل الارتفاع قصدي وصل ل 1300 قدم. رد على المراقب، الحين نشغل اللي هو الطيار الآلي ونشغل السرعة ونفعل السرعة الاكتف مال السرعة، ونتصل في المراقب. طبعا الحين اي المراقب اللي يعطينا التعليمات نحطها على طول. الحين نقول نمشي على هيدنج 105، راح نخليها هيدنج 105 ان شاء الله.
يقول الهيدنج 105 الارتفاع بيكون 5000 قدم. الإطارات نخليهم الأوف بس ننتظر التعليمات المراقب اللي يعطينا تعليمات المراقب راح نمشي عليها. هو طبعا احنا بنمشي على تعليماته، احنا يعطينا هيدنج يقول نمشي على نحط هيدنج 135، راح نحط 135 35 وارتفاع للحين ما وصلنا، الحين خلاص قريب نوصل الارتفاع اللي هو 5000 قدم نفس ما طلب من المراقب. كما تلاحظون يعني مسامعة وقت الإقلاع خرج الطائرة عن المدرج شوي، أتوقع إني ما حطيته في المكان الصحيح. طبعا هذا العلامة بتكون هي الجي بي ار اس، كما تلاحظون الحين قاعد يوجهني المراقب لها الروت، نمشي على هالروت ان شاء الله لا مطار دبي ان شاء الله. خلاص طبعا وصلنا 5000 قدم، السرعة هني 132 المفروض تكون 120. الفلابس خلاص نرفعهم خلاص نخليهم آخر شيء يعني اللي هو صفر. بس وننتظر تعليمات المراقب. المطار اللي طرنا منه مطار البحرين توجهنا الحين اللي هو مطار دبي. بس وهذه ننتظر تعليمات المراقب ونمشي عليها إن شاء الله. كما احنا تلاحظون المراقب يقول لنا نتجه لنقطة اللي هو الهيد نحط الهيدنج اللي هو 75، نقول له اوكي راح نحط الهيدنج على 75. خمسة وسبعين طبعا هالمعلومات ما تخصنا يعني اللي هو باللون الأزرق. هو يكلم طيارة ثانية يكلم طبعا جهة الألوان بتكون طيارة ثانية ما لنا علاقة فيها يعني بتاتا. بتكون احنا هاللون بيكون خاص فينا، إذا نادانا بهاللون بيكون هو ينادينا يعني نتبع تعليماته. أما الألوان الثانية لهذا يكلم طيارين ثانية ما لنا علاقة فيه. سامحني. طبعا شوف الحين المراقب يطلب منا ان احنا نتصل في هذا المراقب، فاول ما يجي المسج راح نضغط اول واحد. خلينا نخلص الحين نضغط اوكي نرد على هنا راح نتصل، بعدين نضغط مرة ثانية اللي هو اول واحد، بعدين نضغط كونكت بحرين. خلاص احنا اتصلنا فيه.
وقاعد نخبر ان احنا على ارتفاع 5000 قدم. بس وننتظر حتى يعطينا تعليمات مرة ثانية المراقب عن توجيهاتنا وعن الهيدنج اللي راح نمشي عليها. انا طبعا راح ازود السرعة شوي علشان نوصل بسرعة، وعشان نشرح بعد هبوط اللي هو شرح الهبوط، فبخليها 300 عشان نوصل بسرعة شوي. هاي الروت اللي راح نمشي عليه، نظر لي بارس هاي الروت اللي راح نمشي عليه، راح نمشي على النقطة ذي، بعد النقطة اللي بعدها، بعدين اللي بعدها، بعدين اللي بعدها. طبعا كل أجواءنا فوق البحر، يعني بنمشي ما راح نشوف صحراء، هاي البحرين أغلى من الإقلاع. وبنمشي على الروت حتى نوصل اللي هو مطار دبي. طبعا هاي السهم اللي فوق بيكبر الصورة، اللي هو ناقص زي زغر الصورة، والزاير بيكون يكبر الصورة الخرائط يعني كذا. أهم رغبة يطلب منا احنا نتوجه لنقطة اللي هو الهيدن، نخلي الهيدن على 110، خلي على 110. شوف الحين قاعد نمشي على الروت، راح نمشي على الروت لين نوصل. طبعا يعني مشينا اللي هو المراقب يعطينا الهيدنج واحنا نمشي عليه. ان شاء الله نشوفكم في قريب الهبوط إن شاء الله. عشان اختصر الفيديو يكون اختصار قليل يعني. طبعا خلاص كل ما اعطانا المراقب تعليمات راح نتبعها. هو الحين ما بيعطينا شيء غير الهيدنج، كل ما اعطانا هيدنج راح نتوجه يقولنا تروحوا 110 يمين، 120 يسار، وعلى الحال لين نوصل قريب المدرج، وبعدين هو راح نتبع تعليمات المراقب اللي هو الابروتش و التاور ان شاء الله. كله بحر ما شفنا للحين صحراء. الحين يقول نتصل في المراقب، راح نتصل في المراقب الحين.
وصلنا بس ننتظر الحين عشان يعطينا التعليمات. مرحبا اخواني، مرحبا اخواني، الحين خلاص قربنا نوصل ان شاء الله مطار دبي، باقي نقطتين نخلصها. يطلبون التوجه للهيدينج، بيكون لحظة بوقف شوي المحاكي عشان نشرح هني شوي، لأنه هني بيكون تعليمات شوي دقيقة بتكون. يقولنا باقي 55 ميل، يعني يقول بعدين توجهوا لهيدينج اللي هو 45، حطني 45، 145. يقول المراقب بنهبط بننزل على مطار اللي هو رنوي 30L عن طريق ال ILS. هني يشوف شلون نسوي الإعدادات، شلون بنختار المدرج وشلون نسوي الإعدادات. نحط هذه هني، نفتح الجي بي ار اس، هذا الجي بي ار اس حنفتحناه. خلنا نصغر شوي، خلنا نصغر الصفحة. هذا الجي بي ار اس. الحين يقول راح نهبط على 30L عن طريق الاي ال اس على الرنوي. راح نضغط على هذه اللي هو اول زرع اليمين بي ار او اس، نختاره، نخليه نفس ما هو، نضغط على اي ان تي دخول. الحين ظهرت ظهرنا المدرجات الرنوي اللي هو في مطار دبي. هني طلب منا بنهبط على قلنا 30L، رنوي 30L، هذا هو 30L اي ال اس 30L. راح ننزل البكرة ذي، شوفوا اذا حطينا على الماوس بتصير علامة زايد. بننزل خطوة 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 لين نوصل ل 30L 30L، نضغط اللي هو هذه INT، ونضغط اوكي، نخلي على اول خيار بيكون، ونضغط بعد اوكي اللي هو LOAD، ونضغط بعد اوكي. خلصنا مني، نضغط على اول زر مرة ثانية، بعد مرة ثانية. الحين كما تلاحظون صار خط على اللي هو الرنوي يصير. انزين الحين ايش بنسوي؟ الحين لازم ناخذ اللي هو التردد الراديو ونحطه في الراديو. نكنسل الصفحة، نفتح الراديو اللي هو هذا الخيار، نخليه هني. البكرة اللي فوق الصغيرة ذي، السهمين اللي يسار ويمين اللي فوق، نضغط على زايد ضغطة واحدة لين تصير لا مو هذا، طيب مسامحة. ايه البكرة اللي تحت الكبيرة ذي البكرة والسهم، اذا نخلي علامة زايد نضغط ضغطة واحدة لين تصير هالصفحة. وبعدين البكرة اللي فوق السهم على اليسار، السهم على اليسار نخلي علامة ناقص ونضغط ضغطة واحدة. شوف ظهرنا الرنوي ظهر مرة ثانية. البكرة الكبيرة اللي تحت، السهم على اليمين ضغطة واحدة، هو الحين اوريدي خلاص صار يعني موجود. المهم احنا الحين راح نبغي اللي هو تردد المدرج، ها بيكون اخر واحد اللي هو اي ال اس 30L، بيكون 111 30 111 30، اخر واحد بيكون عندنا هنا في ناف 1 وفي ناف 2. راح نكتب هنا الرقم اللي موجود هنا والخانتين نفس الشيء، وراح ننقله من ناخذ من جهة اليمين الى جهة اليسار.
خليني السهم على ما تناقص، نخلي ل 111.30، بعد نخلي 111.30، خلصنا. الحين ناخذ الأرقام دي من جهة اليمين لجهة اليسار بهذا السهم اللي تحت، اللي هو سهمين متعاكسين، خلاص صاروا ينتقلوا من هنا. روحي على نوت 2، نفس العملية نسوي. ما راح نفعل الحين، ما راح نسوي مؤكتف من الحين، يعني اللي هو في ناف 1 وفي ناف 2، الا لين قريب نوصل المدرج، عشان لين يلتقط الذبذبة مالت المطار، حقة المطار. الحين نواصل الرحلة، خلينا على 45، اللي هو نفس مطلب منا 145. راح نخفف السرعة لأنه خلاص قريب نوصل، بخليها 220 نفس ما طرنا فيها من البداية، عشان الهبوط يكون سليم ما في أي مشاكل. كما تلاحظون هي ابتدأ مدينة دبي تظهر عندنا، والحين يطلبوا منا الاتصال. لا لا وقتهم اليو، بس يعني هاي متأكد البيانات. خفنا السرعة، هل هو الاوتو بريك؟ راح نخليه، انا عادة اخليه على 2، هذا يعتمد على اذا في امطار او فيه يكون الارض زلقة او شيء، يعني كل ما يكون في امطار اخليه على 3 على 2، انا عادة اخليه على اللي هو على 2. بندش على التريم، هذه راح نخليه، انا دائما اخليه على 29. هذه عندما تلامس العجلات الطائرة الارض راح يشتغل اوتوماتيك بروحه، تلقائي راح يشتغل، راح نطلب من المراقبة التوجه له. لازم نكون سريعين عشان انا خليت على 29. هاي دبي، ابدأت تبين الحين دبي. عندنا آخر نقطة بتكون بنمشي عليها، آخر روت بيكون خلاص، وبعدها خلاص نبتدي الهبوط إن شاء الله. بس راح نتبع تعليمات المراقب، راح احتمال يعطينا على ارتفاع، يعطينا ارتفاع ويعطينا توجه. الحين يطلب منا اتصال،
المراقب اليوم على دبي سيكون هناك اتصال الحين خبرنا على ارتفاع 5000 قدم. هذه دبي وصلنا خلاص قريب نوصل. هذه دبي خلاص قريبين نوصل. هذه مباني دبي خلاص اقتربنا على الهبوط ان شاء الله. ما تلاحظون هني مباني دبي ان شاء الله خلاص. طمن اتصال بالمراقب. هاي دبي مبانيها قريب نوصل خلاص ان شاء الله يكون هبوط سليم ان شاء الله. هاي مباني دبي هاي البر مبنى أكبر برج في العالم. هاي دبي أتوقع المطار بيكون بعيد شوي
راح ناخذ فرة كاملة عشان علشان نوازي المدرج، يكون في المنطقة المطار. بس حبيت أقول لكم ملاحظة، يعني وقت الهبوط سرعتنا يعني بتكون إن شاء الله على 160 إلى 150، بس قبل الهبوط بثواني إن شاء الله راح نلغي نشيل الأكتف من على السرعة، لأن إذا هبطنا والسرعة موجودة ما اكتفى يمكن مجرد التواير اللي هو طارت الطائرة اللي تلامس المدرج راح تقلع مرة ثانية. فقبل الهبوط بثواني إن شاء الله راح نفصله علشان ما يصير أي مشكلة في الهبوط إن شاء الله. أي ملاحظة مهمة إن شاء الله، يعني الكل يحاول إنه يتفاداها إن شاء الله. ونشوف المراقب للحين ما أعطانا أي تعليمات. انا الحين بشغل اللي هو الفي ناف 1 وفي ناف 2 ان شاء الله. اول شيء راح احول من جي بي ارز لفي ناف، اضغط هسه رجعنا اللي هو في ناف، ندخل على الراديو. احنا طبعا ضبط حطينا الاعداء اللي هو الترددات من قبل، خلاص مجرد نحن نحط اكتف في ناف 1 وفي ناف 2، نضغط عليهم في ناف 1 وفي ناف 2 وننتظر تعليمات هذه. أول ما يلتقط الإشارة راح تسمعون صوت الذبذبة إن شاء الله. ما تسمح عن صوت الذبذبة التقطها المدرج اللي هو ذبذبات المدرج، وننتظر تعليمات المراقب. الحين المراقب يقولنا توجهوا ل 60 هيدنج، نراجع يمكن طلب الناس. راح انقص السرعة ل 200، طلب منا بعدين توجه 30،
الحين قاعد يوجهنا لها الاتجاه بيكون لأنه وزها النقطة، نقطة الاستقامة بتكون طبعا. أول ما نبدأ ليش ندخل نقطة الاستقامة، راح نطق على نحن نضغط على الأبروتش علشان شوف الحين طلب منا نزول اللي هو نروح على ارتفاع اللي هو 2000 قدم، نروح على ارتفاع 2000 قدم. راح اخلي السرعة 190، هنا اشوفها قاعد ترتفع السرعة فوق. الفلابس راح انزلها درجة له، اخلي 1 حاليا. الصراحة قاعد ارتفاع، قاعد ننزل على 2000 قدم نفس ما أعطانا المراقب. أتوقع في طيارة راح تهبط قبلنا، في متوجه للمدرج، تلاحظون هني موجودة. يقول إن توجه لل 330 وارتفاعنا بيكون على 2000 قدم على الرنوي 30 L. يقول له اوكي، يقول نتصل على الابروتش، نتصل بعد نكر. بعد يتأكد ان احنا راح نهبط على رنوي 30، L. خلاص قريب ندخل على خط الاستقامة، بس ننتظر لين يعطينا الكلير اوف كلير اللي هو الهبوط. كلير اوف الابروتش ان شاء الله. خلاص كل شيء عندنا مضبوط، استعفين زين مشكلة. خلاص الحين بنزل عجلات الطائرة، فلابس بنزلهم بعد درجة واحدة 5 درجات. السرعة بخليها 180 ولا 170. وسبعين علشان الطائرة تاخذ راحتها في الهبوط. خلاص الحين قريبين نوصل على 12، الحين راح اطق على ابروتش، راح اضغط على اللي هو
النزول إن شاء الله خلاص. المطار هو راح ياخذ الطيارة بروح الحين. درجة بازد الفلابس 10 درجات، الحين الطائرة تعدل روحها حق تعدل تلقائي حق المدرج، تلاحظون الحين تعدل عشان الهبوط يكون سليم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لابس بعد نزل من درجة نخليهم 20، تلاحظون هنا المدرج الطائرة تعدل نفسها تلقائي، بس احنا اللي علينا نراقب السرعة والفلاب في الفلابس. انا بخلي السرعة هنا 160، بخف السرعة الى 160، الفلابس 20، انزل الفلابس بعد درجة 25 يصير. هذا هو المدرج اللي بننزل فيه ان شاء الله. راح انزل السرعة الحين ل 150، وفي لابس بخليها 30، اعطانا الحين الكلير خلاص نقول نهبط. لو تلاحظون في طيارة امامي بعد الظهر بتنزل في المدرج اليسار، راح انقص السرعة بعد شوي بخليها 45، اول ما تلامس الارض عجلات الطياره الارض راح نضغط F2 لين توصل سرعتنا هني 60 او 70، نضغط F1 وعلى طول نخرج من المدرج، نطلع من المدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين نفصل السرعة قبل لا توصل، خلاص اقتربنا. خلاص نفصل السرعة، نضغط F1 لنوصل سرعتنا 100، F2 قصدي لنوصل سرعتنا 100. هاي الطيارة سوت لنا مشكلة، هذه F1 الحين. على طول نطلع من أقرب مخرج إن شاء الله.
خلاص نطلع الحين من المدرج إن شاء الله. الحين بس نطلع من المدرج، هنوقف الصوت. أفوان. هنطلع من خلاص، نوقف يعني. أعتذر عن بعض المشاكل صادتني يعني. الحين خلاص وقفنا هني، راح نطلب التاكسي. راح نطلب تاكسي الحين. خلاص بدل ما اضغط على هذه صار اللي هو خلاص التاكسي نمشي. الحين خلاص تاكسي طلبنا، شوفوا الحين تاكسي كاتم كما تلاحظون، بنمشي عليه لين اللي هو البوابة. الحين بنشوف الهبوط ان شاء الله. كما تلاحظون هاي الهبوط، هبوط الطائرة. كان عندنا مشكلة في الطائرة أمامنا، المفروض المراقب ما يعطينا كلير للهبوط، كان هبوط سليم الحمد لله. هاي لقطات وقت الهبوط، وأنا أتمنى إني حاولت إني أشرح لو شيء بسيط يعني، وأعتذر عن بعض الأخطاء. وفي بعض الأخطاء ما حبيت أعيد التصوير مرة ثانية لأني تعبت فيه يمكن لمدة 4 ساعات أو أكثر. فأي استفسار أو أي شيء ما عرفته أنا مستعد نرد عليكم إن شاء الله. وبكذا خلصنا الدرس شرح إن شاء الله، مسامحة يعني، شرح الطيران بوينج 747. وأي استفسار أو أي شيء بكون أنا متواجد في المنتدى إن شاء الله، برد على استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.